بكل بساطة هتقدر تعمل الأشكال ديت وتخليها تعوم على المية بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكوا ده. تجيب كده معلقة وتجيب قلم في المسطر وتقعد ترسم وتلون براحتك بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكوا ده. وبعد كده يا صاحبي تقوم مغطس كده ايه، تغطس كده المعلقة في قلب المية، هتعوم على الوش كده زي ما انتوا شايفين. جربوها ومش هتندموا. وبيقول لك بقى لو انت جربت تحفظ الفيديو دوت عندك علشان تجرب الطريقة ديت مش هتعرف نهائيا، غير بقى لو انت عملت 3 خطوات، انك تعمل لايك وتعمل شير للفيديو وتعمل كومنت بتام. الموضوع سهل وبسيط عشان تحفظ الفيديو علشان تقدر تجرب الطريقة دي. واهم حاجة ما تنساش تصلي على